خلينا ناخد مهندس ياسر رمضان رئيس الهيئه العامه للثروه المعدنيه. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير يا فندم، ازيك استاذ شكرا. يعني النهاردة الحقيقة في هذا الافتتاح العظيم أنا كنت واقفة جدا مستمتعة عند جملة أنه ربما هذه المكونات للمنتج الخاص بالكوارتز هي يعني رقم واحد في العالم وليس فقط الشرق الأوسط أو حتى أفريقيا. والحمد لله احنا عندنا في مصر بالنسبة لخام الكوارتز من أنقى وأعلى طبقات الكوارتز الموجودة، نسبة السلكة بتوصل لفوق 99% وخاصة منطقة وسط وشمال الصحراء الشرقية المنطقه او الدرع العربي النوبي دوت، فدايما التواجدات كوارتز بتبقى خامات ليها جوده عاليه جدا. طب انا كمواطن هنا هسال حضرتك سؤال مهندس ياسر، يعني انا هقول طيب بما اني عندي هذا المنتج العظيم اللي هو الجوده رقم واحد في العالم، المنتج ده بقى العالم ممكن يطلبه مني في ايه؟ هيحتاجوا يعني هيدخل في ايه من الصناعات اللي ممكن انا اصدرها او اهتم بيها؟ وهذا المصنع اللي اشتغلتوا عليه بقى لكم 3 سنوات اعتقد. هو المصنع احنا كهيئه احنا كان في عقد شراكه بيننا وبين جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالنسبه للمنجم نفسه، لكن التصنيع وطرق التصنيع ده خاص بالشركه المصريه للتعدين والجهاز. تمام. بالنسبه للخام بيطلب في ايه بره؟ بيسال حضرتك الكوارت لسه خدمات كثيره جدا، يعني مثلا حضرتك بيستخدم في الشرائح الالكترونيه والسبائك زي ما انا عرضت النهارده. تمام. فيعني ممكن ايضا يبقى في لي اماكن كتير في العالم لانه بيدخل في حاجات كتيره جدا. بالظبط. طيب هل نقدر نقول انه المصنع ده لما يعني هتبدا يعني الانتاج يظهر منه هيكون في طلب بقى ايضا هيبقى كمان الشرق الاوسط وافريقيا سوق كبيره بالنسبه له؟ لا بقول لحضرتك، هو المصنع بالنسبه للتسويق او المجال الماركتنج بتاعه ده بيبقى طبعا الشركه المصريه للتعدين. تمام. انا بشكرك جدا مهندس ياسر رمضان رئيس الهيئه العامه للثروه المعدنيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.